عن عشاء بالله يا رب يا كريم. أيوه الطرزان عندي. أنا مش قادرة بقى، عايزة أتكلم. وأنا مش قادرة يا ناس، أنا حزينة وعايزة أتجوز. يا برني أنا مش قادرة أنا. إزيك يا عم العرض حلقي؟ أهلاً يا بنتي، نهارك فل إن شاء الله. يا عمي عايزاك تكتب شكايتي. عايزة تشتكي؟ على مين يا ترى؟ عايزة اشتكي على كل الرجالة، أصلي أنا مفروسة منهم قوي وعايزة اشتكيهم لقاضي القضاة. وعايزة تشتكي على مين فيهم بالظبط؟ من الرجالة كلهم، أصلهم بيكذبوا عليا وعلى كل البنات هنا. قال إيه؟ هما بيكذبوا عليا وعلى كل بنات البلد. قال لي حقوق وطلع كله كذب بكذب وكلام بكلام. اه والله ده انا ليا حقوق وعايزه اتجوز. جت منيلة حقوق ايه وهباب ايه؟ ده انتي لازم تبقي زي ما انتي، الست تبقى ست وسراجل يبقى سراجل. وهو ده السراجل ما يبقاش راجل الا عليا انا؟ الله حاجه تعرف والله. عايزانا نعمل راجل على مين؟ الراجل اللي فينا ما يقدرش يعمل راجل الا على ست، ونفكر يعمل على الرجاله يضربوه بالنار. روحي يا بنتي، الله يهديكي، الله لا يسوقك، اتكلي. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منكم كلكم يا حجر يا كريم. عايز اقول لك حاجة. قوليلي. مش ده. تعالي. يلا. مش من هنا. من هنا. تعالوا هنا.